دكتور علاء السهلاني اخصائي امراض جلديه، راح نعطيكم محاضرتين، العفو 6 محاضرات، هاي ثاني محاضره. فاللي وياكم 6 محاضرات يعني بعد 4، هاي ثاني محاضره. بالبدايه قبل لا نبلش بمحاضره اليوم، راح نسوي فد ريفيو سريع عن المحاضره الاولى. حشينا قلنا التشو هو جروب اوف سيلز ذات هاف ا فانكشن at a function that have specific function. وقلنا التشو بصورة عامة يقسم mainly four types، اللي هي الابيثيليال تشو، النيرف تشو، المصل تشو، والكونكتيف تشو. وقلنا الكونكتيف تشو هو عبارة عن supportive تشو، support the other three types of tissue. وحكينا على ركزنا على الابيثيليال تشو وقلنا بي 3 بولز، ابيكال بول، لاترال بول، وبيزل بول. البيزل بول قلنا هو سيت اون ذا بيزمنت ممبرين، والبيزمنت ممبرين سيبريت ذا ابيثيريال تيشو فروم ذا كونكت اندرلاين كونكتيف تيشو. وقلنا همين الابيثيريال تيشو داز نوت هاف بلاد فيسل نور ليمفاتكس، لهذا it get its nourishment from the underlying connective tissue. هذا ال basal pole أو side، basal side. lateral side أو lateral pole قلنا هو عبارة عن junction. junction intercellular junction. والintercellular junction حكينا عليها بصورة قلنا 4 أنواع. النوع الأول قلنا عليه zonula occludens، اللي هو من اسمه اكلودينج، اللي بي تايت جنكشن. وعندنا زونيولا ادهيرنس وماكولا ادهيرنس، لان الاثنين عباره عن بس مجرد اتاتش ايش سيل تو ايش اذر، اتاتش ذا سيل تو ايش اذر. والنوع الاخير قلنا شنو هو؟ اللي هو الجاب جنكشن ذات الاو فور ذا ايونز تو باس ثرو بتوين ذا سيلز. هذا اللاترال بول. الابيكال بول، الابيكال بول قلنا عباره عن موديفيكيشن اكوردنج تو ذا سايت اوف تيشو، يعني موديفيكيشن مو كل الابيثيريال تيشو، لا حسب السايت وين هو التيشو. اذا على سبيل المثال بالانتستين يسمونه اكو جلايكوكاليكس، اذا ايضا اذا بالانتستين اكو مايكروفيلاي اللي هي قلنا هي فيري سمول وداز نوت موف، ووظيفتها increase the surface area of absorption. وعندنا الستيريو سيليا اللي هي موجوده قلنا بالانر اير، وعندنا السيليا اللي هي مقارنه بالمايكروفيلاي they are larger و they move و its job to trap and move the particle in one direction مثل uterine tube ومثل respiratory system. هاي مختصر مالت المحاضره السابقه. هسه نجي ها، وقلنا انه بالمحاضره السابقه قلنا الابيثيريال تشو يا اما سمبل او ستراتيفايد، اذا ولا لاير نسميه سمبل، مور ذان ولا لاير نسميه ستراتيفايد. فنجي هسه كلاسيفيكيشن اوف ابيثيريال، كل تشو ان ذا بودي هاز اتس سبيشال اتس اون سبيسيفيك ابيثيريال تشو، وهي مهمه بالمستقبل، يعني دائما باي سيستم يدخلون به راح او بالامتحان يسالكم الاكزامينر يا با شنو الابيثيريال تيشو اوف مثل جي اي تي اور ريسبيرتوري سيستم، هاي مهمه لازم تحفظوها تبقى وياكم هاي 6 سنوات. اول شيء هسه راح نشرح على السمبل، اللي هو قلنا حكينا سمبل اتس كومبوز اوف ون لاير. السمبل مثل ايش؟ يا اما سكويا مصعدنا مثل اندوثيريال تيشو اللي هو اللايننج اوف بلاد بصل يسمونه سمبل سكويمس. وعندنا مثلا السمبل بعد شنو؟ سمبل كيوبويدال، يعني ون لاير وكيوبويدال ان شيب مثل الثايرويد فوليكلز. عندنا السمبل كولمينار، السمبل كولمينار عندنا نوعين، يا اما نون سيليتد اللي هي موجوده طبعا هو ون لاير وكولمينار ان شيب، يا اما نون سيليتد يعني it does not have cilia مثل ستمك والانتستين. وعندنا كولم سمبل كولمينار سيليتد مثل يوتراين تيوب، مثل يوتراين
تيوب. هذا كله سمبل يعني ون لاير. وعندنا اكو شيء يسمونه يعني ان بتوين، لا هو سمبل ولا هو ستراتيفايد، يسمونه سودو ستراتيفايد. سودو ستراتيفايد اللي هو appear it look like stratified but it is in fact simple. مثل السودو ستراتيفايد كولومينار بالريسبيراتوري تراكت. فاذا واحد قال لك شنو اللايننج ابيثيليوم مال ريسبيراتوري تراكت، هو شنو؟ عباره عن سودو ستراتيفايد كولومينار. اوكي، اذا قال لك شنو اللايننج مال اليوتراين تيوب، سيليتد سمبل كولومينار. الاستومك والانتستين non-ciliated simple columnar. Thyroid simple cuboidal. Endothelial أو blood vessel simple squamous. خلصنا من السمبل، خلصنا من السودو stratified. هسه نجي على stratified. Stratified يعني شنو؟ قلنا more than one layer. Stratified أيضا تقسم sub classified أو sub categorized into according to the shape, according to the morphology, just like the simple type. يما عندنا stratified squamous. Stratified squamous تتقسم إلى keratinized و non-keratinized. يعني بيها كيراتين تشو. كيراتين هو عبارة عن بروتين. يسبب بال uppermost layer. The non-keratinized stratified squamous موجود بالmouth cavity. Stratified stratified squamous موجود بالسكن، بكيراتين السكن، معروف هذا الكيراتين. لهذا على مود لا تنسى الشعر يخلوا لك كيراتين، هو طبعا الهير والنيل والسكن هو نفس الشيء تقريبا. يعني احنا بالنسبه لنا كنا هذا درماتولوجي، فكل هندن الهير والنيل والسكن بهن كيراتين. لهذا الكاي اللي يسموها بال صالونات الكيراتين للشعر هو جاية من مادة الكيراتين هاي اللي نحكي عليها هسه. فإذن سكويمس عندنا two types، عندنا يا أما non-keratinized بالmouth cavity أو keratinized بالسكن. عندنا stratified cuboidal اللي هي مثل sweat gland sweat duct. أوكي، عندنا stratified columnar مثل conjunctiva. واخيرا عندنا يسموها ترانزيشنال سيل. شنو ترانزيشنال؟ يعني sometimes it look sometimes it look one layer simple, sometimes it is more than one layer. يعني اذا مثل مثال بسيط اليورينر بلادر، يعني اذا بالديستنشن على سبيل المثال يصير بها ديستنشن تكون one layer. اذا empty البلادر يصير look like it has multiple layers. فلهذا according to the distinction يسمونها transitional، يعني transition from one type to another type، هاي معناها transitional مثل urinary bladder. دكتور بلا زحمة عليك، هاي قبل الأخير نعم دكتور عيدها، هذه ما فهمت اللي هي ياها من عتين قبل الأخيرة بلا زحمة، بس وضح لي على مدعيتها ياها conjunctiva. هي نفس الشيء، يعني نفس البقية، هي عبارة عن stratified columnar. يعني stratified يعني more than one layer وشكلها columnar. مثال عليها وين موجودة هاي stratified columnar؟ موجودة بالconjunctiva of the eye. conjunctiva of the eye يعني ما تختلف عن الباقيات. شلون عندنا stratified cuboidal؟ هي عبارة عن more than one layer وشكلها cuboidal، موجودة بالsweat duct. هاي معناها يعني حاله حال اي يعني هسه تشو مثل الستراتيفايد كوبويدال بس شكلها كولومينر، هي القزحيه بالكونجكتيفا. واضح؟ الكونجكتيفا اللي هي ملتحمه تمام كونجكتيفا اوف ذا اي، يعني اكو فد شيء يسمونه كونجكتيفا اوف ذا اي موجود بالاي، ملتحمه العين غير دكتور، هي ملتحمه العين عليك ملتحمه بالضبط دكتور. بالنسبه لي موجوده بالماو هم ينون شايف كان زايشين نون كي بالماوث. لا بالماوث احنا قلناها stratified squamous non-keratinized كل الماوث، حتى يصير ها حتى الغدد الموجوده بيه. لا اذا الغدد الموجوده بيه تختلف، صح؟ الغدد مثل عندنا احنا ايش عندنا؟ ما عندنا بالماوث، عندنا salivary gland صح ولا لا؟ ما عندنا sweat gland. بالدكت لا، بالدكت عندنا الحاله حال sweat gland stratified cuboidal.
بالساليفري داكت اللي هي موجودة بالماوث. أوكي؟ تمام واضح. تمام. وقلنا ترانزيشنال اللي هو الستراتيفاي إبيثيليال اللي هو قلنا ترانزيشن فروم وان تايب يعني سمبل مثل تو ستراتيفاي أو بالعكس according to the station of the bladder. وارجع مره ثانيه اقول سؤالنا هو اذا الماوث احنا من نقول ماوث هذا it doesn't include the glands بالضبط مثل سالفر جلاند او other accessories بالماوث مثل التيث يختلف. اوكي فبالمثل جلاند قلنا بالسالفر جلاند لا it's just like the sweat gland it is lined by stratified cuboidal not like the rest of the mouth. هسه نجي على السيل ديث. اكو شيء يسمونه سيل ديث. السيل ديث اكو نوعين سب ديفايدد انتو يا اما نكروسيس او ابوبتوسيس. هذا طبعا هذا المصطلح نكروسيس وابوبتوسيس راح تسمعونه هواي بالمستقبل فلازم تعرفون شو الفرق بيناتهم. هسه نجي على النكروسيس. النكروسيس هو ثلاثه هنا ديث اوف ذا سيل بس هو it is due to tissue injury. أكفد injury طبعا بالمناسبة injury يا أما intrinsic أو extrinsic أي injury يعني مثلا يا أما trauma واحد انضرب أو انجرح هذا نسميه extrinsic خارجي هذا أو intrinsic مثل blood supply ينقطع عنه يصير يسمونها ischemia هذا نسميه intrinsic. فالtissue injury مو شرط أنه بس extrinsic. من صار death of the cell due to tissue injury النكروتيك سيل شبيها كأز رياكشن سوال يصير بيها سوالينج وبعدين يصير بيها رابتشر انتو دبريز يصير بيها الدبريز هي بقايا مالتها من يصير بيها رابتشر. طبعا من يصير بيها رابتشر ودبريز يصير بيها ليز اوف دبريز فالتشو هذا يعتبر هذا فورن بدي شو يصير يصير انفلاماتوري ريسبونس at the site of injury inflammation inflammatory response يعني يصير تفاعل الجسم يتفاعل يعتبر هذا شيء غريب الدبريس لانه متعود كسيل as a whole اذا صار دبريس يعتبر هذا foreign body يصير inflammatory response. مثال علي بسيط النكروسيس اللي هو necrosis of myocardium necrosis of the heart due to the ischemia يعني ischemia decrease بالblood supply نسميها ischemia. مثل ما تشوفون هذا شوف شلون من يصير اثيروسكلروسيس يعني من يصير يسمونها اثيروسكلروسيس يعني صلب شرايين يعني يصير الليبيد بلاك تترسب الليبيد هاي تترسب على الوول اوف ذا بلاد فيسل فيصير ستينوسيس فبلاد سبلاي احيانا يكون از نوت انف فور ذا سيل فش يصير يصير اسكيميا نسميها مايوكارديال انفاكشن يعني يصير ذبحه قلبيه او الجلطه القلبيه او الهارت اتاك يسموها بالعامي. مثل هنا أنا. طبعا دائما شوف هذا هنا يصير بي نكروسيس شلون صار بلاك اوكي فهذا نكروسيس هذا المشكله بالنكروسيس صراحه مالت الهارت كان نوت بي ريبليسد يعني اتس ريبليسبل. اكو مصطلح راح تسمعونه بالمايوكارديال انفاكشن يسمونه سيلز ار سيلز ار تايم يعني كل ما من وقت لحقت على المايوكارديال انفاكشن وراح للمستشفى كل ما انه سيف ذا سيلز فروم ذا نيكروسيس لان ذا سيلز اني سيلز ذات هاز نيكروسيس ات ويل نوت بي ريبليسد. طبعا اكو شغل هسه بس بعده اكو شغل يعني بالعالم الغرب انه على بالغرب مو عندنا على انه الستيم سيل بالمايوكارديال انفاكشن يجوز اكيد يعني راح تدخل بالعمل بس يجوز ما اعرف يجوز بعد عقود او بعد مات سنين بس اكيد راح يصير هاي الموضوع مال الستيم سيل. دكتور يعني انسداد هو النكروسيس شلون انسداد يعني دكتور لا بين النكروسيس النكروسيس هو عباره عن ديث اوف ذا سيل نوع من بين مو ديث اوف ذا سيل هو نوعين ابوبتوسيس ونكروسيس. احنا هسه نحكي النكروسيس مصطلح نكروسيس هو عباره عن ديث اوف ذا سيل هذا النكروسيس بس الوحده من اسبابه قلنا طبعا هو ليش يصير النكروسيس قلنا هو عباره يصير بسبب التشو انجري واحدة من أنواع التشو إنجري هو الإسكيميا يعني decrease blood supply to the cell هذا سبب الإسكيميا يعني سبب
يعني من يصير ديكريز للبلس سبلاي للتشو او للسيل شو يصير؟ يصير نكروسس، السيل تموت لان ما بيها لا يوصلها لا اكسجين ولا نيوتريان، فيصير بيها نكروسس. دكتور يعني يعني دكتور يكون صوتك انقطع، ما قاعد سمع، انقطع صوتك. يعني دكتور نكروسس يعني يصير انترنسيك انجري؟ لا ما له علاقه انترنسيك لو اكسترنسيك، هو هو قلنا النكروسس ديث اوف ذا سيل، بس الانجري اللي يصير يعني النكروسس سببه انجري، النكروسس هيك خليها النكروسس سببه انجري، بس الانجري ممكن اكسترنسيك، قلنا مثل تروما او وود، مثل واحد انجرح بوجهه، هذا انجرح بوجهه وهذا السيل صار بيها نكروسس، هذا اكسترنسيك خارجي. نعم دكتور. اذا لا اذا مثل ديكريز بالبلاس سبلاي منه مثل مثل مايوكارديال انفكشن، الذبحه القلبيه او الجلطه القلبيه، هذا نسميه ترنسيك مو اكسترنسيك، فحسب الانجري عندنا نوعين الانجري، اوكي مو نوع واحد. تمام دكتور، اوكي شكرا. الاثنين يقودن الى النكروسيس. هسه نجي على الابوبتوسيس. الابوبتوسيس يسمونها سيل سويسايد، يعني شوف بالنسبه شوف شلون اكو فرق، يعني اكو الاسم كلش مهم، الاسم يوحي لك شيء، يعني مو فد شيء انترنسيك لو اكسترنسيك انجري صاير، يعني وحدها يصير بها صار ديث باي اتسلف، السيل داي باي اتسلف، يعني ذير از نو اكسترنسيك اور انترنسيك انجري، لهذا الشيء يسمونه ريجوليتد سيل سويسايد وذاوت اني انجري، وراح نعطيكم مثال عليه. طبعا تذكرون قلنا النكروتيك سيل شو يصير بها؟ يصير بها سوالينج ويصير بها رابتشر. بالعكس الابوبتوتيك سيل شو يصير بها؟ يصير بها شرينكج، حجمها يقل شرينك. والبلازما ممبرين شو يصير بي؟ اللي هو السيل ممبرين، يعني يصير بي بلبنج، يعني شو مثل يحبب بلبنج without any loss، يعني there will be no rupture of the cell، okay just a shrinkage. والسيل ممبرين يصير بي بلبنج، والنيوكليي داخل السيل ممبرين يصير بيها فراجمنتيشن، اوكي. فلهذا السيل ممبرين is stay remain intact, there is no rupture, there is no لهذا بما انه there is no rupture of the cell or plasma membrane, so there will be no release of the debris and consequently there will be no inflammatory response. شوف شلون هاي مهمه، بما انه there is no rupture then there is no release of debris, so there will be no inflammatory response in comparison to the necrosis. وطبعا اعطيكم مثال عليه على ما تفهمونه. طبعا الابوبتوسيس هو سنترال ميكانيزم بالديفلوبمنت، يعني مثال عليه ديورينج ذا امبريوجينيسيس، كلش مهم الابوبتوسيس، يعني اذا ما صار راح يصير عندنا كانما يسمونها كونجنتال انوماليز، يعني يصير عندنا تشوه خلقي. مثال بسيط راح اعطيكم اياه، هذا شوفوا احنا عندنا بالبداية بالإمبريو، يعني during the early life of embryo، شوفوا شلون يسمونها مثل الوبنج، الإيد يسمونها مثل الوبنج، شلون الإيد مالت الدك مالت البطة، يعني ماكو مو separation between the fingers، أوكي. شو يصير بيها بعدين later on؟ يصير بيها apoptosis للتشو between the finger and toes. شوفوا شلون هذا التو وهاي الفينجر، شوف كأنما one piece، كأنما الهاند صايرة there is no fingers، أوكي. فبال later on in the embryo life شو يصير؟ apoptosis of the tissue between the finger with toe. شو يصير بعدين؟ يصير بهالشكل اللي هو هاي أصابعنا الموجودة حاليا نشوفها، أوكي هاي أصابعنا نتيجة الابوبتوسيس. if in case there is failure of apoptosis، يعني ما يصير apoptosis during the embryo genesis، شو يصير بعدين؟ شوف شلون يصير الهاند، شايفين إذا واحد سامعين عند الأصبعين مطبوقات او الهاند، احنا حتى شايفين اكو عندنا يعني السندروم بالجلديه، الهاند كلها تصير قطعه واحده او تو فينجر دي ار اتاش تو ايش اذر، معناها ايش تعرف انت تعرفها انه معناها هذا الويبنج بقى ليش؟ بيكوز ذير واز نو ابوبتوسيس، ذا ابوبتوسيس فيل فور سم ريزن، اوكي. فالابوبتوسيس مهم، يعني الابوبتوسيس ريموف ذا انسيسري تشو دورينج ذا امبريو جينيسيس. هاي مقارنة بين الابوبتوسيس والنكروسيس. قلنا سوالينج
من جول سبونيك ان هراس ان عرفان كروسس اوكي فيصير رابتشر اوف ذا بلازما ممبرين وريليز اوف ذا بريز وبالنهايه يصير انفلاماتوري ريسبونس بال ابوبتوس. شوف شلون السيل السلبي بليبنج شلون يحبب اوكي والشرنكج يصير بيقل يقل حجمه مو سوالنج يصير بس البلازما والنيوكليوس يصير بيها فراجمنتيشن بس السيل تبقى انتاكت. شوف شلون انتاكت. هسه نحكي على ديبوز تشو اللي هو الفات تشو بين قوسين. خلصنا هسه يعني بثير تشو شويه يعني نرجع لها بعدين بس خلصنا من عنده مؤقتا. عندنا الاديبوز تشو عندنا جنرال فيتشرز بي هو سبيشال تايب اوف كونكتيف تشو. ها هاي مهمه هو تابع للكونكتيف تشو الاديبوز تشو يعني سبورتيف تشو مو مين تشو سبورتيف تشو وهو عباره عن فات سيلز يعني كولكشن اور جروبس اوف ذا فات سيل يسمونها اديبوسايت. بالميل منطقيا يعني كنا نعرف انه فيميل هاز مور فات ذان ميل فلهذا بالميل تقريبا الفات يكون 15 الى 20% اوف ذا بودي ويت بالفيميل 20 الى 25% اوف ذا بودي ويت. عندنا تو تايبس اوف ذا فات يعني اكو مور ذان كلاسيفيكيشن فور ذا فات يعني فات تشو أو أديبوز تشو. أكو بارايتال اللي هو السبكوتانيوس تشو يعني هذا أندر ذا سكين يعني هذا كنا عندنا جوا السكين هذا فات تشو يسمونه بارايتال سبكوتانيوس تشو. وأكو عندنا فيسيرال من اسمه يعني أراوند ذا فيسيرا أراوند ذا فيسيرا يعني مثلا إذا واحد يسوي شفط مال دهون لايبوسكشن شنو شيء يعني شاخذه من عنده يا فات الفيسيرال ولا البارايتال؟ فيسيرا. شو تقولون؟ فيسيرا برايتر. يا ستار شو وصل الفيسرال؟ لا برايتر ما يوصل الفيسرال اصلا ما حد يوصل الفيسرال اوكي كل شغل بالبرايتر كل الشغل لهذا الكانيولا وين يدخلونها على ما يسوون لايبوسكشن يدخلوها جوا السكن اوكي يدخلوها جوا السكن الكانيولا ويسوون لايبوسكشن ما يوصل للفيسرال. الفيسرال هذا ما نقدر نتحكم به نقدر الا بالويت يعني من وين يو ديكريز ذا ويت هذا واحد يقل بس انه ك يعني كسيرجري او ان انترفينشن وي كان نوت. فالبرايتال هو اللي نقدر نتحكم به بالسيرجري. شنو فانكشن اوف اديبوز تشو او الفات تشو؟ اول شيء هو يشتغل كرزرفار فور انرجي يعني اذا مثل واحد راح تاه بالصحراء بقاله يومين هذا كل شيء فيه ريليز اوف ذا كالوريز هذا ريزرفار اوف انرجي من انا من شوي يخلص الا بعدين شوي يصير بي يعني ما يوصل بعد كالوريز للبرين وتصير مشكله. الشغله الثانيه جيف ذا شيب اوف ذا بودي شايفين واحد لما يضعف شلون شكله يتغير فجيف ذا شيب تو ذا بودي. الشغله الثالثه give the thermal insulation يعني كأنما عازل حراري لهذا مثل تشوفون انتم thin people they feel cold faster than the fat people اوكي السمين ما يعني دافي حتى اذا شويه جو بارد بينما ضعيف بسرعه يبرد. احنا قسمنا الفات classification قلنا parietal و visceral اكو تقسيم ثاني histological types of the fat اللي هي يا اما يلو وبراون اوكي يسمونها يلو اديبوز تشو وبراون اديبوز تشو. اليلو موجود بالادلت والبراون موجود بالامبريو. اول شيء يوني لوكولر اليلو يعني بس وان بارت شوف شلون هذا وان بيس بينما البراون فات مالتيبل بيس شوف شلون هاي بيسز مالتيبل بيسز يسمونها مالتي لوكولر يعني ماني دروبلت بينما اليلو فات هو وان دروبلت. الشغله الثانيه النيوكليوس باليلو فات هي عباره بيريفرال وبيك شوف شلون هاي بيريفري يعني اتسايتد ان ذا بيريفري وبيك بينما بالبراون فات موجوده وين بوليجونال شكلها بوليجونال موجوده وين بالسنتر. اليلو فات موجود بالادلت البراون فات موجود بالفيتس والنيو بورن. اليلو فات حكينا عليه شنو فائدته البراون فات بالفات شنو بالفيتس والنيو بورن شنو فائدته برودكشن اوف ذا هيت ذات بروتكت ذا فيتس اجينست ذا كولد يعني مو بس
احنا بالادلت قلنا لا مجرد هو انزليتر، مجرد انزليتر يعني بس مجرد عازل. لا بالامبريش يسوي لنا برودكشن اوف ذا هيت. اوكي وهذا مثال اوضح، هذا الليفد دروبلت شوف يونيلوكولر وين دروبلت، هنا انا مالتيلوكولر البراون فات. اوكي شوف هيت جنريشن وظيفته هنا، لا حكينا على وظيفته انزليتر مورفولوجي مهم وسورس ريزرفوار اوف انرجي، يعني لما تحتاجه ستارفيشن او مجاعه ما ماكل صار لك فتره صايم يضل يبدي يفيدك مخزن مال طاقه. هسه نحكي انا دائما بس ملاحظه الطلاب، يعني اي شيء انتم بالثاني بس مطلوب من عندكم الهيستولوجي يعني النورمال هيستولوجي، الاب نورمال باثولوجي لما نحكي بس على مود اوضح الصوره اكثر وعلى مود تعرفون the significance appreciate the significance of that tissue. فلهذا هسه لما نحكي على اي اب نورمالتي انا باثولوجي it is not included in the exam. اي شيء in moderation باعتدال وسط هو هذا طبيعي، اي شيء يزداد عن حده يعني يصير excess of fat او decrease بالفات يصير disease. إذا صار زيادة بالفات مثل هاي الحالة شو يصير؟ يصير عندنا obesity. أوكي والobesity شنو مشكلتها؟ مشكلتها تسوينا risk factor for atherosclerosis. من يصير atherosclerosis نعرف فيها المشاكل مال الجلطات والأمراض كلها، يعني بالمناسبة يكون تعرفوها أو لا the leading cause of the death كل العالم هو myocardial infarction يعني ischemic heart disease، وهو سبب رئيسي مالته شنو؟ الاثيروسكليروسيس. الاثيروسكليروسيس ليش يصير؟ يصير من الانكونترولد بلاد بريشر، انكونترولد دايبيتس والاوبيزيتي. وهسه ما شاء الله تعرفون هسه يسمونها سيدنتري لايف ستايل، يعني احنا قاعدين دائما ما حد يعني مشينا كلش قليل. قبل الفقير كان يمشي، هسه حتى الفقير ما يمشي لان عنده دراجه. فهذا سيدنتري لايف ستايل هو ذا صراحه هسه حاليا ذا موست امبورتنت ريسك فاكتور فور اوبيزيتي اند اثيروسكليروسيس. لما نتحرك اوكي فهذا اوبيزيتي، يعني اذا ديكريس فات، اذا نكريس فات نسميها اوبيزيتي، اذا ديكريس فات شو يصير؟ يصير يسمونها لايبوديستروفي. طبعا اللايبوديستروفي اكو كونجنتال يعني هو بالجينيتك مالته اكو فد مشاكل، شوف شلون يصير شكل بالجينيك هاي ما نقدر نتحكم بها. ونوبات لا سبب اتش اي في، واحده من علامات الاتش اي في يصير لايبوديستروفي. شوف شلون تشيك هاي شلون صاير سانكن تشيك، وقلنا من ساعة تذكرون ايش قد الامبورتنت تشيك فور ذا شيب اوكي فور ذا لوك. فهذا اتش اي في هنا عندنا، فهذا لايبو. اذا زياده نسميها اوبوزيتي، ديكريس نسميه لايبو ديستروفي، ديكريس اوف ذا فات. اوكي اخر شيء بس خلونا نحكي على الجلاند، يعني خاب بالمستقبل يسمعون هاي العبارات. اكو اكزوكراين جلاند، شنو من اسمها اكزو يعني خارجي، اندو يعني داخلي. اكزوكراين جلاند هي سكريت ذا برودكت انتو ذا سيرفيس دايركتلي، مثل ايش؟ يعني بها داكت موجوده جوا السكن وبها داكت تفرز البرودكت مالتها انتو ذا سكن دايركتلي تو ذا اوت سايد، مثل سويت جلاند يعني التعرق. هذا نسميها اكزوكراين جلاند. الاندوكراين جلاند لا، secrete product to the connective tissue. مو connective tissue دائرة ما دائرة، يسمونها supportive connective tissue. وبعدين من connective tissue أكو blood vessel بال connective tissue، أكو blood vessel. فهاي blood vessel يروح من connective tissue، هاي product يعني الهرمون يروح من connective tissue يدخل بالblood وبعدين يروح للcirculation. مثل إيش؟ مثل الثايرويد gland يعني الغدة الدرقية. ففراسه يصير وين؟ للconnective tissue دائرة ما دائرها، وبعدين يدخل بالblood بصل اللي هي موجوده بالمنطقه وبعدين يروح للسيركيليشن. فهذا نسميها اندوكراين جلاند. هذا مثال بسيط عليك شلون هسه شوف شلون هذا الاكزوكراين مثل سويت جلاند، قبل اكو داكس البرودكت مال الجلاند يروح اوت سايد. اوكي هنا لا، وين يروح؟ هذا بلاد كابيلاريز هاي موجوده، هنا الهرمونز سكريتد انتو بلاد، واضح له الهرمون سكريتد and then transported into connective tissue and later on to the circulation. اوكي هاي يسموها اندوكراين واكزوكراين. ليش مهم؟ ليش هسه حكيت عليها الموضوع؟ لان الاكزوكراين والاندوكراين تيشو هو عباره عن epithelial tissue. العفو اندوكراين والاكزوكراين جلاند they are composed of epithelial tissue.
عندكم سؤال؟ دكتور زحمة عليك. آخر سؤال مو واضح. أشكرك أنت. احنا عندنا الجلانز الغدد عندنا نوعين. طبعا الجلانز احنا ليش هسه ذكرت الجلانز انا؟ لان موضوعنا الابيثيليال تشو وهي كومبوزد اوف ابيثيليال تشو. نوعين من الجلانز عندنا، يا اما جلانز يسمونها اكزوكراين، من اسمها اكزو يعني خارجي، اندو يعني داخلي. اكزوكراين يعني هاي الجلاند سكريت سمثينج سم برودكت، اند ذس برودكت ويل بي excreted directly into the skin directly outside. It doesn't go to the blood circulation like this. هذا شوف شلون هاي عندنا هاي السيل، عندنا هاي السيل of the glands. السيل of gland produce قلنا مثل السويت على سبيل المثال، والسويت شوف شلون رأسا transported into outside. هذا نسميه شنو؟ هذا نسميه exocrine gland. الاندوكرين gland مثل الثايرويد gland يعني مثل الغدة الدرقية، أو مثل البيتويتاري gland الغدة القضرية، العفو الأدرينال جلاند الغدة القضرية أو البتويتري، هاي نسميها إندوكراين. إذا سامعين واحد مختص بالإندوكراين معناه هو هذا الإندوكراين. أوكي شنو يعني الإندوكراين؟ يعني مثل السيل هاي، شو شلون هاي السيل، هاي السيل، هاي السيل، أوكي هاي الإبيثيليال سيل بروديوس الهرمونز على سبيل المثال قلنا الثايرويد هرمونز، وهذا الهرمون وين يروح؟ للسيركوليشن. شلون يروح للسيركوليشن؟ تذكرون قلنا الكابيلاريز والبلس سبلاي وين موجود؟ بالكونكتيف تيشو، مو بالابيثيليال تيشو، بالكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو از لاي نيكست تو ذا ابيثيليال تيشو، يعني بصف كلش قريب على، لان هو سبورتيف تيشو، فالكونكتيف تيشو هو قريب على الابيثيليال تيشو. والكونكتيف تيشو حكينا قلنا هو بي بلس سبلاي، فالهرمون ذات ار برودوسد باي ابيثيليال سيل اوف ذا جلاند are transported into the capillaries يعني into the blood and then into circulation يعني تبقى داخل السيركيليشن، فلهذا ما تطلع برا outside the body مثل السويت gland، مثل السويت مثل التعرق. لهذا يسموها شنو؟ بما انه تبقى داخل السيركيليشن بالبلاد يسموها endocrine. اذا طلعت لا للسكن سيرفيس نسميها يعني برودكت تحكي، اذا طلع للسكن سيرفيس نسميه exocrine، اذا بقى لا داخل السيركيليشن نسميه endocrine. واضح؟ عفوا دكتور بس الابوبتوسس. الابوبتوسس بس ارجع علي. اوكي احنا قلنا النكروسس، اذا قارنا بالابوبتوسس قلنا النكروسس يصير يعني السيل مو بيتها، يعني شلون هسه احنا هسه عندنا هسه بالبشر او في السيلز، البشر عندنا نوعين من الديث صح ولا لا؟ اكو ديث هذا يموت واحد مات من جلطه، مات حادث سياره، هذا نسميه نكروسس لان مو بيده. يعني اما اكسترنسيك كوز، مثل ايش اكسترنسيك كوز؟ مثل قلنا الانجري، واحد مثلا وقع على مثلا على ايده، وهاي ايده صار بها جرح، هذا الجرح من انفتح هاي السيل صار بها نكروسس، يعني انتهت بعد ما ترجع، ماتت السيل. هذا اذا السيل السبب اكسترنسيك. اذا السبب انترنسيك قلنا ديكريز البلس سبلاي مثل المايوكارديال انفاكشن الجلطه، فهذا يسميه نكروسس، يعني السيل ما لها ايد بهذا الديث. اوكي يا اما سبب خارجي او داخلي. اكو نوع ثاني يسمونه ابوبتوسس اللي هو يسمونه السيل سويسايد، لا هذا هي السيل كيل اتسيلف. شلون عندنا من البشر اكو انتحار الواحد يقتل نفسه، فالسيل سويسايد. فالسيل سويسايد هذا اللي هو الانتحار الخليه، هاي مو شيء بيته بس يصير بروجرام بالجينز، هذا بالجينز يصير. اوكي الا طبعا هواي الى امثله، بس اقرب مثال علي هذا. طبعا الابوبتوتيك سيل شنو قلنا؟ النكروسس شو يصير بي؟ النكروسس سيلز بيها سوالينج وربتشر والدبريز ويل بي ريليز انتو ذا سراوندينج تيشو، ويصير انفلاماتوري ريسبونس، لان الدبريز يستقبلها التيشو كفورن بادي، فيصير انفلاماتوري ريسبونس. الابوبتوتيك سيلز لا ما يصير بيها سوالنج، بالعكس يصير بيها شرينكج، والبلازما ممبرين ستي انتاكت داز نوت رابتشر. لهذا بما انه ذير از نو رابتشر يعني ذير از نو دبريز يعني ذير از نو انفلاماتوري ريسبونس. اوكي يعني ذير از نو انفلاميشن، لان بس مجرد يصير بيها شرينكج السيل، شرينكج وبعدين شوي شوي تختفي.
مثال هي نفسية التحليل الذاتي مو وياك شلون هي نفسية التحليل الذاتي مو والله بالعربي ما اعرفه يعني ما اعرف من المصطلح هذا ما اعرف وين سمعت انت هذا مال العربي منين جبته من السادس والله احنا بالسادس ما شان عندنا هذا المصطلح بس صح ممكن هو هذا بس ما متأكد منه بالعربي يمكن بالضبط على الأغلب يعني بس ما متأكد من عنده صراحة بالعربي بس هو يعني cell does not have a hand in its death يعني يقول لك مثل السويسايد ويصير بيها shrinkage there is no inflammatory response هاي على مدن قانع عن النكروسيس طبعا مثال قلنا على مدن يعني بس مثال بسيط على ابوبتوسيس اكو هواي امثله بس هذا اقرب مثال شفته تقدرون تفهمونه اللي هو قلنا بالامبريوجينيسيس السيل قلنا الفينجر هاي شلون قلنا هاي هنقراها لكم احسن الابوبتوسيس امبورتنت فور نورمال ديفلوبمنت اوف امبريو شوف كلش مهم بالديفلوبمنت شنو فائدته ريموف ذا نيسيسري تيشو مثال شنو علي مثال الفينجر والتو بالفينجر بالفيتاس العفو واحد اذا بالتقريبا عمره 41 دايز افتر فيرتلايزيشن الديجيت مال الهاند والفيت ار ويبد يعني شنو ويبد قلنا مثل الدك مثل ايد البطه ما بيها يعني ما ذا فينجر ار نوت سيبريت فروم ايتش اذر يسمونها ويب ميكينج ذيم لوك سمول بادلز اوكي بادلز يعني شلون الدواسه مالت البايسيكل بادلز نفس الدواسه مال يعني وان بيس الويبنج هذا هو زايد superfluous and is removed by apoptosis شوف شلون by 56 days شوف شلون later on بالإمبريوجينيسيس شو يصير الويبنج will be disappeared and the digit will be separated from each other شوف شلون قلنا هنا early in development the hand will feet تكون like look like puddle okay look like web مثل ايد قلنا مالت الدك بعدين later on بالابوبتوسيس قلنا الابوبتوسيس شلون يصير هذا بالامبريوجينيس هذا بالجينز يعني هذا ما نتحكم به فيصير death of the cell of tissue between the finger والتوز فصير شنو صير هذا اللوك مالت الفينجر والتوز اللي عليها سبب human being اذا صار failure ممكن يصير failure of apoptosis سبب جينز او سبب اي سبب يعني معين مشكله تصير عنده شي يصير يسمونه webbing شوف شلون يا اما يصير الفينجر اتاش تو ايش اذر شوف شلون شكلها يصير webbing يصير او نوبات الهاند كلها تبقى وان بيس يعني شلون هسه بالامبريو فالابوبتوسيس از امبورتنت ان امبريو جينيسيس يعني ريموف مو يصير ريموف ذا انسيسري تشو بس مو بالنك لان ذا سانكروسيس بالانسيسري تشو يصير انفلاميشن ويصير مشكله بس بالابوبتوسيس لا تكون سموث العمليه لان there is no inflammation بس يصير بيها shrinkage وتختفي شوي شوي هاي التشو الانسيسري تشو واضح دكتور يعني الابوبتوسيس دائما مفيد والنكروزز مضر مو دائما ما عندنا دائما والله ما عندنا بس مرحلتكم قولوا دائما يعني صراحه اكو عندنا احنا هسه بالجلديه مو احنا ما ندخلكم بالتفاصيل بالجلديه اكو عندنا امراض يعني امراض تصير بيها ابوبتوسيس مو نكروزز يعني هاي بالجلدية وأمراض هي فأنتم ما دخلكم بهيج تفاصيل يعني احنا ما نقول عليها نقول in general general speaking حكايتك صحيح النكروسيس is not good يعني okay يعني it is a bad thing النكروسيس general speaking suicide it's a good thing but هاي لا يعني بيها exception لا بيها طبعا بيها exception أحيانا الابوبتوسيس قلنا بالعدنا dermatological disease يصير بيها ابوبتوسيس يعني بالسيل ما يصير بها وهي عبارة عن disease يعني مو normal things not good thing okay بس أنتم بهالمرحلة حفظوها إنه ال apoptosis هو good things useful بالإمبريوجينيسيس خاصة والنكروسيس is a bad thing okay تمام أكو سؤال شكرا دكتور ما قصرت